اهلا، في الفيديو بتاع النهارده هنتكلم على نقطه من النقطتين اللي فاضلين في التوبولوجي. قبل ما نرجع ونبدا نعمل ريتوبولوجي للبنديه بتاعتنا، يعني لو لسه فاكرينها، النقطه دي هتكون شرح اداه التوبو بيلت وكل الادوات الفرعيه اللي بتنبثق منها، الاداء العظيمه جدا اللي بتتاح لك ان انت تعدل على التوبولوجي بتاع الاوبجكت بتاعك او ان انت تبني توبولوجي من الاول خالص. اما باذن الله النقطه الاخيره هتكون في الفيديو الجاي وهتكون فيكسنج الانجن. طيب انا حبيت ان انا ابدا باداه التوبو بيلت لان انا هنستخدمها في الفيكسنج انجن. معاكم اسماعيل من انسس 3D. تمام، خلينا نخش على طول على المثال بتاعنا. طبعا ما فيش فيه حاجة خارقة، هو مجرد بوكس وطلع منه تيوب. يعني كمان التوبو بيلت نود زي ايه نود، بضغط تاب وبعدين بكتب توبو بيلت فبيجي لي النود بتاعنا. لو انا خدت بالي هو فيه تو انبوتس، واحد اسمه مش جيومتري والتاني اسمه تمبلت جيومتري، وليه شوية ادوات عندي. تمام، لكن قبل ما احنا نتكلم على الادوات وازاي نستخدمها، خلينا الاول نعرف كم نقطه مهمه عن التوبو بيلت. اول نقطه عندي والاهم واللي لازم تعرفها كويس قوي، ان التوبو بيلت هو بدايه اوبجكت جديد. هو يعني ايه؟ يعني ايه التوبو بيلت بدايه اوبجكت جديد؟ يعني بمنتهى البساطه، بمجرد ان انت حددت الطريقه اللي انت هتشتغل بيها في توبل، لان ليها اكتر من طريقه. تمام، وبدات الشغل بتاعك، مفيش اي تاثير هيحصل ما بين النودز اللي قبليه فيه او في النودز اللي بعديه. فكل النودز اللي قبليه بتبقى اكنك الباص بتاعهم انتهى، اكنهم خلصوا، اكنهم ما لهمش لازمه. لازم تفهم دي قوي عشان ما يحصلكش مشاكل، وطبعا الكلام دوت هنجربه. تمام، طيب انا هستخدم التوبو بيلت في ايه؟ في ان انا ابدا ابني الاوبجكت بتاعي. يعني ايه؟ يعني التوبو بيلت بيتيح لي ان انا اضيف نقط واضيف ايدجز واضيف فيسز عشان ابني الاوبجكت بتاعي. طب معلش، طب والاوبجكت اللي قبليه؟ الاوبجكت اللي قبليه علاقته مع التوبو بيلت تتلخص في نقطتين، ان هو ممكن يكون تمبلت وممكن يكون ماش. طب يعني ايه؟ اقول لك يعني ايه. هتكلم الاول على التمبلت او العلاقه الاولى عندي. انا لو جيت مسحت الاوت بوت دوت عشان تبقى اوضح شويه، لو انا خدت الاوت بوت اللي طالع من نود اكسترود او اي نود قبل التوبو بيلت وحطيته في الانبوت الثاني اللي هو تمبلت جيومتري، تمام كده الاوبجكت اللي قبليه بيتحول لحاجه اسمها تمبلت. طيب يعني ايه تمبلت؟ هقول لك الاول. بس هنطلع فوق ونعمل النوت بول اكسترود في التمبلت مود عشان بس ايه يظهر مش اكتر. هنا ملوش فايده غير بس ان يظهر عشان نعرف نشرح عليه. زي ما قلت من شويه، نود توبو بيلت بيتيح لي ان انا اضيف داتا او ديتيلز اللي هي بتكون بوينت، والبوينت ديت بتكون ايدجز، والايدجز ديت بتكون فيسز او بوليجون. تمام، فلما يكون عندي اوبجكت في التمبلت جيومتري، اي اضافات من اللي انا هحطها ديت هتبني فوق سطح الاوبجكت دوت وتاخد الشكل بتاعه. فانا لو جيت واستخدمت اداه الكرييت، وطبعا انا هتكلم عن الادوات دي كلها بالتفاصيل حالا لكن كمثال بس، وبدات ارسم عندي وليكن فيس معين، فيس كده، تمام، وبصيت هلاقي ان الفيس ده اترسم على الاوبجكت بتاعي، وهكذا. وهي دي الفكره بمنتهى البساطه بتاعه التمبلت مود، ان اي دلوقتي اي اضافات اضيفها عندي
هتتعمل بالشكل ده على الفيس بتاعي. يعني هو هياخد الـ 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 النقطة اللي انا بحطها ويضيفها على الفيس بتاعي. ده التمبلت مود. التمبلت مود بمنتهى البساطة انت بتبني كل الشغل بتاعك على الاوبجكت القديم بتفاصيله. لكن خد بالك من حاجة مهمة قوي، لو انا قفلت ده الاوبجكت بتاعك، الاوبجكت القديم خلاص انتهى. يعني انا لو حتى مسحت ده كده اهو، ده اوبجكت وده اوبجكت تاني خالص، ده اوبجكت وده اوبجكت تاني خالص. فالتوبو بيلت زي ما انا قلت هو نهاية مجموعة من النود وبداية تانية لمجموعة من النود تانية. خلاص دي الفكرة الاولانية. طيب ده النود الاولاني او المود الاولاني اللي هو التمبلت مود، ان انا اي شغل عندي هرسمه هيترسم على الاوبجكت بتاعي. تمام. ايه بقى الميش جيومتري اللي انا جيت لو جيت وعملت توبو بيلد تاني وحطيت الاوبجكت بتاعنا بالشكل ده وحطيته في الميش جيومتري بالشكل ده وفعلت ايه ده؟ يا عم انت بتكذب علينا، الاوبجكت زي ما هو هو. لا، الاوبجكت مش زي ما هو خالص. كل الفكره بمنتهى البساطه ان خد لك كل الايدج وكل البوينت وكل الفيس اللي موجودين هنا، تمام، وبناهم من جديد في التوبو بيلد عشان ما تبداش من الصفر. زي هنا، هنا ده المود الاولاني ان هو تمبلت، ان انت بتبدا من الصفر خالص، ان انت بتستخدمه كتمبلت وتبدا من الصفر. ده المود الثاني بمنتهى البساطه ان انت تاخد كل الداتا ديت وتبدا تبني عليها. بس ارجع واقول لك حاجه مهمه قوي، تمام، ده مش الاوبجكت دوت. يعني انا لو جيت هنا على البوكس وزودت وجيت على التوبو بيلت ما اثرش في اي حاجه، بمجرد ان انا بدات وحركت اي حاجه او عدلت اي حاجه فده اعتبر نفسه اوبجكت جديد. هو كل الحكايه انه خد كل الفيرتكس وكل الفيسز وكل حاجه لما في الاول ما وصلت وبناهم جوه من جديد. يعني انا لو جيت ده ومسحته الاوبجكت 100% بنى لي اوبجكت جديد ملوش دعوه بالاوبجكت القديم. ودي الفكره الاولانيه اللي هي بتاعت ان هو بدايه اوبجكت جديد. يبقى لازم تعرف على طول لو انت عندك شبكه كبيره قوي بتستخدم التوبو بيلد تقريبا في اخر مرحله من الشغل بتاعك، خلاص ما تستخدمهاش في النص ابدا، عشان دوت هينهي لك جزء كبير قوي من البروسيجر ورك فلو. الحاجه الثانيه لازم اعرفها ان في علاقتين مع الاوبجكت اللي قبليه، يا اما هيبقى تمبلت جيومتري او مش جيومتري. في المش جيومتري او الانبوت الاولاني، وده معناه بمنتهى البساطه هات لي كل الاوبجكت بتاعي عشان ابدا ابني من بعديه. ممكن مثلا لو انا عندي مشاكل بسيطه قوي في التوبولوجي اخد الاوبجكت بتاعي وابدا بقى اعدل فيه بس بطريقه بسيطه بدل ما ابدا من الصفر، او ان انا ابدا من الصفر خالص وما استخدمش ده. طيب هل ده معناه ان انا يستخدم مش يستخدم تمبلت؟ لا، انت بمنتهى البساطه ممكن تستخدم الاثنين. ايه ده؟ اه بالظبط. وبعدين اي تعديلات من اي نوع هتعملها هتبقى لازقه او سنابت بالاوبجكت بتاعي. يعني ايه؟ يعني انا لو جيت مثلا على الايدج ده وحركته لبر، بص كده ما اتحركش لبر، بص ما اتحركش لبر. ليه؟ لانه طالما انا مستخدم التمبلت مود معناها ان كل النقط اللي هحطها هتبقى لازقه على الاوبجكت بتاعي اللي هو ده. خلاص. طيب ده مهم قوي. يعني انا دلوقتي لو شلت التمبلت بتاعي اقدر احرك ده بره؟ اه مفيش اي مشكله، ممكن تحركه لبره بالشكل ده. يبقى التمبلت مود مش بديل ولا حاجه للمش مود. انت في اوقات كتير قوي هتستخدم الاثنين مع بعض، وزي ما قلت لك ده بمنتهى البساطه ان انت اي تعديلات او اي اضافات هتبقى لازقه على الاوبجكت بتاعك. تمام، خلينا بقى نشرح الاداه وازاي نستخدمها. انا همسح كل اللي انا عملته وابدا اعمل امبورت لتوبو بيلد جديد. اول حاجه خد بالي منها
ان انا لو هبدأ من الصفر مش هستخدم الميش جيومتري، فانا طبعا لما ابدأ اشتغل وابدأ اتعامل مع بالاداة اللي هي بتاع توبو بيلت هيبقى عندي مفيش اي حاجة، وده مش هينفع، لازم اشوف الاوبجكت بتاعي. ولو انا ضغط على التمبلت مود للنود اللي قبله ماشي سوكي شغال، بس صدقني هتلاقي صعوبة كتير قوي في ان انت تقدر تتعامل معاه، مش حلو قوي. طيب انا ليا طريقة بسيطة جدا بتخلي الدنيا معايا افضل بكتير في حكاية استخدام الاداة بتاع توبو بيلت من الصفر. بعمل ايه؟ باجي انهي الجيومتري دوت، مثلا احط نود نان بسمي اوت بوت حاجة زي كده، وبعدين هاجي برا تمام واضيف جيومتري جديد، ومن هنا اضيف اوبجكت ميرج، وطبعا اخد الاوبجكت بتاعنا الاوتبوت اهوت تمام، واضيف برضو توبو بيلت بالشكل ده. بص كده بقى انا عندي الاوبجكت دوت اللي هو بره الريفرنس عندي، ممكن اقدر استخدمه زي ما انا عايز، وطبعا من هنا اقدر اخليه بالشكل اللي انا عايزه، ممكن اخليه شيء باين 100%، ممكن اخليه جوست بالشكل دوت، وحتى لو انا عايز هيدن ما عنديش اي مشكله. يبقى بمنتهى البساطه افضل طريقه ان انت تتعامل باداه توبو بيلد لو هتبدا من الصفر تمام، ان انت تعمل نيو جيومتري وتاخد الاوبجكت اللي انت هتعمل له ريتوبولوجي بالشكل دوت وتحطه في جيومتري جديد بالشكل دوت، عشان تستفاد ان انت يبقى عندك الجيومتري القديم ظاهر، وتقدر كمان تغير في الظهور بتاعه ان انت تعمل له شو اول اوبجكت، او ان انت تعمله جوست، او حتى ان انت تخفيه. انا في العموم بعمله جوست مود عشان يبقى هو ظاهر، وكمان اعرف افرق بينه وبين الاوبجكت اللي انا ببنيه. ودلوقتي خلينا نتكلم على الاداء وعلى العمليات او الادوات الفرعيه منها. تمام، لما اختار اداه التوبو بيلد بالشكل دوت بتيجي الادوات الفرعيه منه فوق في التول بار بالشكل ده. طيب اول معلومه ككومنت بسيط، لما يكون عندي اداه ليها شويه عمليات فرعيه موجوده في التول بار ديت، انا ممكن بمنتهى البساطه عن طريق شيفت ورقم العمليه بدل ما اطلع فوق كل شويه اغير العمليه ديت. يعني مثلا لو ضغطت شيفت مع واحد هيعمل سيلكت للاداه بيلد، وطبعا احنا هنشرحها بالتفاصيل دلوقتي. شيفت وتلاتة يختار السبليت، شيفت واربعة يختار البرش، وهكذا. ودي على فكرة خصوصا لما كنت شغال في اوبجكت كبير شوية بتسرع لي الريتم بتاع الشغل بتاعي. تمام؟ تمام. فانا هضغط شيفت واحد عشان اختار اداة البيلد تول. تمام؟ او ان انا اطلع واختارها من فوق بالشكل دوت. تمام. طيب دي بتعمل لي ايه؟ بيلد اضافه او كرييت، بتحلي ان هي تبدا تضيف الحاجه، يبقى الاضافه او كرييت عن طريق الاداه اللي فوق ديت. بمنتهى البساطه لو انا جيت اخترتها وضغطت على اي مكان في الاوبجكت بتاعي، بص كده هيضيف نقطه. لو انا عملت كليك تاني في مكان تاني هيضيف نقطه تانيه. تمام، عملت تالت هيضيف نقطه، عملت رابع، خد بالك اربع نقط كواد بيكونولي حدود فيس، وده اللي بيحصل بالظبط. باجي هنا لما اضيف النقطه الرابعه بيكون لي بولجون. خلاص. طيب وانا لسه مختار بيبقى دايما مختار النقطتين دول، اخر نقطتين انا حطيتهم، فبضيف كمان نقطه هنا ونقطه هنا فيضيف لي فيس تاني، وهكذا. ممكن اجي هنا اضيف نقطه ونقطه كمان فيكون لي فيس، وهكذا. بالشكل ده.
تمام، خلصت الجزء اللي انا عايز اعمله وعايز انهي بقى العملية ديت او السيليكشن ده عايز انهيه، بمنتهى البساطة اضغط على زر الماوس اللي في النص. بمجرد ان اضغط على زر الماوس اللي في النص فالسيليكشن ده هينتهي بالشكل ده. خلاص خلاص. طيب عايز ابدأ تاني واكمل في جزء تاني، بمنتهى البساطة اضغط على النقطة فيعمل لها سيلكت، اضغط على نقطة تانية او على مكان فاضي زي ما انا عايز. لو ضغطت على نقطة موجودة قبل كده ما يضيفليش حاجة، بيعمل لها سيلكت بس. طيب لو ضغطت عليها كده اهو عمل لها سيلكت، اضغط على نقطة موجودة ما بيكريتليش، بيعمل لي سيلكت. تمام، اضغط على مكان فاضي هيكريت لي نقطة، وهكذا بالشكل ده. طيب في حالة زي دي دايما انا بعمل ايه؟ لما يكون عندي المربع او انا برسم على اوبجكت تاني، تمام، ممكن اجي واعلم على الاداة اللي هي سناب بوينت. وده بيعمل لي ايه؟ بيعمل لي ان انا مثلا لو جنب نقطة معينة، طب خلينا نكبر الزوم شوية. تمام، لو انا جنب نقطة معينة والنقطة دي قريبة مني قوي هيجذبها لي، لها هيعمل لي مغناطيس للنقطة ديت، بيعمل سناب او جذب للنقطة تحتي لأقرب نقطة لها طالما هي على مسافة قريبة قوي. يعني لو انا عملت ان اكتف للأداة اللي هي سناب بوينت، بص كده هلاقيها، بص مهما قربت منها مش هيحصل اي سناب او جذب للنقطة ديت. فدايما سناب بوينت بتساعدني في النوع ده من الريتوبولوجي، هقدر بسهولة ان انا اضيف نقطة على نقطة بالشكل ده وبسرعة. سناب بوينت بيعمل مغناطيس لأقرب بوينت موجود عندي. خلاص، عايز انهي نفس الكلام، عايز انهي السيليكشن او العملية دي بمنتهى البساطة اروح ضاغط على زر الماوس اللي في النص. طيب كمان انا ممكن ما اضيفش الديتيلز او الداتا اللي انا عايزها من نقط بس، يعني انا ممكن استغل الايدجز او الخطوط ان انا اضيف خطوط تانية فيكون لي فيسز بطريقة اسرع. فمثلا لو انا عملت كليك على ايدج معين زي ده ونزلت اكني اخترت النقطتين اللي في الايدج دول ونزلت، اقدر اضيف لاين تاني. بس بدل ما كنت بتعامل نقطة نقطة دلوقتي هتعامل ايدج ايدج بالشكل ده. يبقى هي دي الطريقة اللي انا ممكن اضيف بيها ديتيلز عن طريق الاداة بتاعت بيلت. تمام تمام. كمان اداة بيلت بتحلي ان انا اعدل على اللي انا ضفته سواء كانت بوينت او ايدج او فيس. فمثلا لو انا بصيت على نقطة زي دي هلاقيها مش في مكانها، ممكن اضغط بزر الماوس لكن ما اشيلش اصبعي بقى عشان لو شلته هيعملوا سلكت، انما ممكن ادوس وافضل دايس على زر الماوس فهتتحرك معايا بالشكل ده وبالتالي اقدر اغير مكانها. لكن لازم افرق ان انا لو ضغطت وشلت صباع من الماوس على طول، تمام، ككليك يعني، تمام، هيعمل لها سيلكت عشان اقدر اضيف نقط تانية منها. لكن لو انا ضغطت بصباعي وفضلت ضاغط ما شلت الصباع من على الماوس بس اقدر احركها من غير اي مشاكل. خلاص، نفس الكلام ينطبق على الايدج، انا ممكن اجي على الايدج كده واحركه زي ما انا عايز. نفس الكلام في الحالة دي يتبقى على الفيس، انا لو ضغطت على الفيس كله او البولجون كله، فانا لو جيت على البولجون اللي هو هايلايتد دوت اللي هو متعلم وضغطت عليه اقدر احركه زي ما انا عايز. ودي تبقى الحاجة التانية اللي ممكن تعملها لي اداة بيلد، ان انا اعدل على كل الديتيلز اللي انا حطيتهم. غير اداة بيلد انا ممكن كمان استخدم الاداة الرابعة اللي هي اداة براش، دي بتحلي كمان التعديل على الداتا اللي انا اضفتها لكن بطريقه فيها تحكم اكتر. اول حاجه عشان افعلها بضغط شيفت 1 2 3 4، شيفت 4 بتفعل لي الاداه براش. تمام، الاداه براش بتحلي برضو ان انا اعدل او احرك النقط عندي، بس هنا ما بحركش نقطه او ايدج واحد، لا ده انا بحرك اكتر من ايدج واكتر من نقطة مع بعض. لو انت خدت بالكم لما فعلت الاداء في سيركل ظهرت لهيات، السيركل دي انا ممكن اصغرها واكبرها عن طريق تحريك
زر الماوس اللي في النص، او عن طريق شيفت من الكيبورد وان انا احرك الماوس وانا ضاغط عليه بالشكل ده، ان انا احرك الماوس وانا ضاغط عليه او زر الماوس اللي في النص. طيب تمام، لما اجي واضغط بزر الماوس وانا مفعل عدة البراش وابدا احرك الماوس وانضغط على زر الماوس، هتبدا كل البوينت وكل الايدجز اللي تحت السيركل ديت تتحرك معايا بالشكل اللي انتم شايفينه ده. ولو انت خدتوا بالكم في اوبشن فوق اسمه اوباستي، اوباستي دوت بيمثل درجه التاثير بتاع البراش على النقط والايدجز ديت، هو دايما بياخد من 0 ل 1، كل ما اقلله تمام التأثير بتاع البراش بيقل معايا. فمثلا لو خليته زيرو مش هيبقى فيه اي تأثير خالص مهما انا حركت عندي، ولو خليته مثلا زيرو نقطة واحد التأثير هيبقى قليل قوي. طيب لو انا خليت اوباسيتي واحد هيبقى التأثير 100% اكني بحركه بأداة البلد اللي هي اللي احنا شفناها من شوية تمام. طيب ويبقى ده الاوبشن اوباستي تمام، وديت الاداه اللي اسمها برش. قلنا كرييت وقلنا برش، لكن كرييت بس برضو بتعمل حاجه اخيره ان هي بتعمل ديليت. لو انا عايز امسح اي نقطه هنا او ايدج ممكن اجي عليها بمنتهى البساطه على الايدج دوت، وبعد ما عملته سيلكت اضغط ديليت من الكيبورد فيتمسح. الكلام ده يمشي على ايدج او على حتى نقطه ديليت من الكيبورد يتمسح، او حتى فيس لو ضغطت على فيس ده زي ده وعملت ديليت من الكيبورد هيتمسح. يبقى كرييت بالكريت نقطه فايدج ففيس، او بتحركهم وتعدل فيهم او بتمسحهم تمام. وخدنا البراش، البراش اداه فيها كنترول اعلى في التحريك. بعد كده عند السلايد الاداه الثانيه خلاص، ودي بتعمل لي ايه؟ ديت لما اجي اضغط على ايدج معين واحركه هيعمل لي سلايد اهو، مش هيبوظ لي الايدجز اللي حواليه، هيعمل لي سلايد سلايد يعني احركه لي من غير ما يبوظ الايدجين بتوعه. ايه الفرق؟ طيب بص كده، لو انا حركت بطريقه عاديه بص اهو ممكن اغير كل حاجه لما سلايد. فانا لو رجعت كده اما سلايد سلايد بيتزحلق، بص حتى لو انا حاولت ان انا اطلعه فوق وانزله تحت ما بيحصلش. سلايد معناه ان هو بيمشي في الايدجز بتوعه خلاص. وخد بالك ده ما بيمشيش على ايدج واحد، انا لو ضغطت دبل كليك بص هيعمل لي سلايد اهو، مش هيبوظ لاي حاجه، وده اسمه السلايد، ودي حاجه معروفه السلايد في الثري دايمنشن معروفه يعني. يبقى اللي تاني بيعمل لي سلايد خلاص بالشكل ده. وخد بالك من حاجه، لما بحركه كده في ايدج ازرق بيظهر له تمام، والايدج الازرق ده معناه ان ده الحدود بتاعتك مش هتعرف تحركه بعد كده. طب لما اجي عليه هيجي يركب فوق الايدج دوت. وفي حاجه مهمه قوي، لما بجيب نقطه فوق نقطه في التوبو بيلد النقطتين بيتحولوا لنقطه واحده. يعني مثلا في اداه البيلد عندي لو انا خدت النقطه زي دي وحركتها كده بص كده كده، هو مش بس حرك النقطه هنا بس، لا ده كمان حوله من نقطه واحده. هنا بيعمل لي فيوز، معناها ان لو في نقطتين فوق بعض بيمسحهم لي ويخلوهم نقطه واحده تمام. تمام، بعد كده عندي السبليت. زي ما انتوا عارفين انا عندي اداتين دايما بستخدمهم وعمري ما بستغنى عنهم، اللي هي أداة سبليت وأداة الايدج لوب. اهي بقى الأداة دي بتعمل لي شغل الأداتين دول ازاي. لو انا عايز اعمل سبليت في اي حاجة بضغط عليها واضغط على اي ايدج فيكون لي نقطة اهو، بيعمل لي سبليت الايدج دوت او بيقطعه ويكون له في نقطة، بعد كده بيكون لي نقطة تانية اللي هي أداة سبليت بمنتهى البساطة. اقدر عن طريقها اكون ايدجز زي ما انا عايز تمام.
ولو انا جيت وتخطيت مجموعه من الايدجز بالطريقه ديت وحطيت نقطه بعديهم او عملت سبليت الايدج اللي بعديهم الاقيه بمنتهى البساطه يعمل سبليت لكل الايدجز اللي مر عليهم زيها زي اداه السبليت بالظبط. طيب لو انا عايز اعمل ايدج لوب بمنتهى البساطه هضغط على شيفت من الكيبورد. لما اضغط على شيفت من الكيبورد بص ممكن يضيف لي ايدج لوب في المكان اللي انا عايزه بالشكل ده. تمام. بعد كده عندي العمليه الخامسه او الاداه الخامسه اللي هي سموث. السموث من اسمها كده بتعمل لي تنعيم لشكل الايدجز عندي، يعني بتخلي كل الزوايا بتاع الايدجز دي تناسب بعض، مفيش زاويه حد عن زاويه تانية، فده في النهايه بيديني خطوط متناسقه تناسب الشكل بتاعي. لكن قبل ما استخدمها لازم اخد بالي ان فيها برضو زي اعدادة البراش فيها السيركل وتكبر وتصغر بنفس الطريقة. ازاي؟ انا ممكن اكبرها عن طريق زر الماوس اللي في النص او ان اضغط شيفت واحرك الزر بتاع الماوس الشمال بالطريقة دي. تمام. وبرضو فيها الاوباستي اللي هو الافكت، درجة الافكت بتاعي. بعد كده نبدأ على طول نستخدمها. طيب بص معايا، لما ابدا استخدمها هلاقيها بمنتهى البساطه بتخلي كل الزوايا تناسب بعض وبالدرجه اللي هي محتاجاها، فده في النهايه هيديني خطوط متناسقه. تمام. مفيش خط مايل بزاويه والخط التاني مايل بزاويه تانيه زي اللي انتوا شايفينه ده. خلينا الاول نعلي درجه الاوباستي. تمام. ونبدا نستخدمها عندي. بص كده شفت الخطوط عملت ازاي؟ الخطوط دلوقتي بقت شكلها متناسق مع بعض، مفيش خط معوج بشكل اكستريم او شكل مختلف عن التاني، كل خط فيهم يناسب اللي قبليه واللي بعديه، وهي ديت الاداه سموث. بعد كده عندي اداه سكن، واداه سكن ديت اداه سكن بتتيح لي ان انا اعمل ريتوبولوجي بسرعه وبخطوات بسيطه قوي. تمام. وبتعمل فيل الاوبجكت كله بكل جوانبه، لكن انا ما بستخدمهاش كتير لان ما بتدكش كنترول كفايه والريزلتس بتاعتها ما بتبقاش 100% قوي، لكن برضو خلونا نتعرف عليها. بعمل ايه؟ باجي على الماوس كده. تمام. واضغط في مكان بره بره الشكل بتاعي خالص. بعد كده ابدا اسحب. لو انت خدت بالك في خط احمر بيتعمل اهوت عندي، فالخط الاحمر ده بعمله على الشكل بتاعي بالشكل ده كده خلاص، فبيكون لي خط احمر على الاوبجكت بتاعي. نفس الكلام ممكن اعمل اكتر من واحد، ودي بمنتهى البساطه البولجن اللي هتتكون لي، فانا بعمل مجموعه خطوط عشان اكون البولجنز بتاعتي وهكذا. بالشكل ده. بعد كده لما كونت الخطوط بتاعتي ابدا بمنتهى البساطه اضغط على كنترول من الكيبورد واعلم بشكل افقي، يعني بشكل ايه العمودي اللي على الخطوط دي، واسحب لفوق بالشكل كده. هيعمل لي ايه؟ هيعمل لي نفس السلندر دي بسرعه، هياخد الخطوط اللي انت عملتها. وبعدين لو انت خدت بالك في رقم 8 فوق عند الاسبانز، فده معناه انه هيعمل بالعرض 8 خطوط ويكون لك بيهم الشكل، ولو زودت الاسبانز هيزود الكولومز، هيزود الكولوم ديت، ولو قللتهم هيقلل الكولومز ديت. بس مفيش كلام فيها اكتر من كده. يبقى تاني اداه البيلت هي الاداه المسؤوله عن الكرييشن على التكوين، بتكون نقطه وايدج وفيس وهكذا. اداه السلايد بتحرك لي الايدجز زي ما احنا قلنا قبل كده بالشكل ده. أداة السبليت وديت بتتيح لي إن أنا أعمل سبليت أو أعمل إيدج لوب بشيفت. بعد كده أداة البراش بتتيح لي إن أنا أعمل تعديل وتحريك على الحاجات اللي أنا ضفتها. بعد كده أداة السموث بتتيح لي إن أنا الخطوط بتاعتي يبقى شكلها كويس على الأوبجكت عندي. تمام؟ ما يبقاش فيه زاوية أعلى من التانية وكلهم يمشوا بشكل متناسق. بعد كده عندي السكين، وديت بمنتهى البساطة قادرة إن هي تعمل لي ريتوبولوجي بسرعة
من غير اي تعقيدات. الفكره منها ان انا اضيف خطوط بالعرض على الاوبجكت بتاعي بسرعه، تمام، بعد كده اضيف خط عمودي عليهم، تمام، هيقطعهم فيكون لي الشكل بتاعي. بس زي ما انا قلت الريزلتس دايما ما بتبقاش بافضل حال. وبكده يبقى احنا عرفنا كل حاجه عن اداه التوبو بيلد، الاداه الرئيسيه لعمل الريتوبولوجي في هودينو. طبعا احنا هنستخدمها في الفيديو اللي بعد اللي جاي على طول في عمل الريتوبولوجي للبندقيه بتاعتنا. شكرا، كان معكم اسماعيل من انسيس ريديو.